المقالة الرابعة، وقلنا المحور الثالث من محاور البحث في هذه المقالة الثانية الحديث عن الواقعية والمثالية هو إعادة تكوين مفهوم الواقعية والمثالية. في إعادة تكوين مفهوم الواقعية والمثالية قلنا في عندنا عدة ملاحظات، هي ثلاثة ملاحظات أساسية يذكرها المصنف العلامة الطباطبائي. الملاحظة الأولى عدم السفسطائية من ينكر بعض الواقع، وقد شرحها المصنف، وكذلك عدم السفسطائية من ينكر منهج الاستدلال والبرهان، وهذه شرحناها في الدرس الماضي. وصلنا إلى الملاحظة الثانية. عنوان الملاحظة الثانية في المحور الثالث عبارة عن ادعاء يذكره العلامة الطباطبائي، وعنوانه إن القائلين بمادية الفكر هم مثاليون، أو فلنقل القول بمادية الفكر نهايته الارتكاس في المثالية، نهايته الانتكاس. ومن الذين يقولون بمادية الفكر، كما سوف يسلط الضوء العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ومن الذين يقولون بمادية الفكر، ومن الذين يقولون بمادية الفكر المذهب الماركسي أو الديالكتيكيون. في الحقيقة المصنف هنا يريد أن يتهم المدرسة الديالكتيكية بأنها مدرسة مثالية أو شكية، ويريد أن يقول لهم لأنكم لطالما هاجمتم الاتجاه المثالي، ولطالما هاجمتم السفسطائيين، وزعمتم بأنكم المدرسة الواقعية الوحيدة. وإذ بنا نرى الآن من خلال تحليل نظريتكم في هوية الفكر أنكم ترتكسون وترتدون في المثالية والشكية. هذا هو ما يريده المصنف الآن. وكما قلت في الدرس الأول إن هذا الكتاب ككتاب فلسفتنا، ككتاب الأسس المنطقية للاستقراء، كشرح منظومة الشهير مظهري أيضا فيه، وهذه الكتب التي في الفترة الأخيرة ظهرت كلها مسكونة بالهاجس الديالكتيكي، كلما توفرت لها فرصة أن تسدد ضربة للديالكتيكيين كانت تقوم بذلك، لأن الخصم اللدود لم يكن كانت ولا شوبنهاور ولا جورج بيركلي ولا غيرهم، وإنما كان المادية الديالكتيكية. المصنف يقول القائلون بمادية الفكر يبنون نظريتهم على ثلاثة أسس تحتية، وهذه الأسس الثلاثة التحتية تكون لهم تصورين في مجال هوية الفكر، يعني عملية الإدراك. نحن فيما بعد سوف ندرس بالتفصيل في المقالة اللاحقة بحث الإدراك، لن نخوض فيه الآن، فقط إشارات سريعة. وإذا بقي في ذهنكم أسئلة أتركوها إلى الدروس القادمة لأنها ستكون تفصيلية إن شاء الله. أول مبدأ ينطلقون منه أي القائلون بمادية الفكر أن الوجود مسابق للمادة، وهذا واضح، هذه من البنى التحتية. يقولون لك بأن الوجود والمادة أمر واحد، ليس الوجود أعم من المادة، وإنما هو مسابق للمادة، فكل موجود مادي وكل مادي هو موجود، لا جاز التعبير. إذن لاحظ معي جيدا، إذن فما تسميه أنت بالروح الإنسانية هو أمر مادي، لأنه لا يوجد شيء ليس بمادي. هذا المبدأ الأول، المساوقة الوجود للمادة، إذن فالروح مادية. مبدأ الثاني، المادة، وهذا مبدأ الديالكتيكيين، المادة في تحول وصيرورة دائمين. المادة بين قوسين التي هي الوجود في تحول وصيرورة دائمين، لا يستحم الرجل من ماء النهر مرتين كما كانت تقول النظرية القديمة. هذا الجسد يتغير باستمرار،
هذا الحائط باستمرار يتغير، يخيل إليك أنه لا يتغير. كيف أصالة الثبات في اللغة التي درسناها في الأصول، والتي تقول بأن اللغة في حال تحول وصيرورة، ولكن العرف والذهن العقلاء السطحي يراها ثابتة؟ هنا نفس الشيء، العالم كله في حال هيجان وتغير وحركة وصيرورة وتحول من شيء إلى شيء، لا يبقى شيء على حاله. أنت يخيل إليك أنه ثابت مستقر، أنه يجلس في وقار، ولكنه دائم الحركة، ليس الحركة المكانية، الحركة في الهوية، يتحول ويتغير ويتبدل بكل خصائصه. إذن أولا مساوقة الوجود للمادة، إذن فالروح مادية. ثانيا المادة التي هي الوجود في حال تحول وتغير وصيرورة دائمة، وهذا التحول والتغير والصيرورة الديناميكي ذاتي، ليس الشيء من الخارج يجعلها تتغير، هي تتغير. فالوجود بذاته يتغير، يتحول، يصير. هذا ثاني. العنصر الثالث في البنية التحتية، إن أجزاء المادة تتبادل التأثير والتأثر. هذه خليها بذهنك، لأنه مش بعد شوي بدنا نستفيد منها في مفهوم الإدراك. أجزاء المادة تتبادل التأثير، داخل المادة نتكلم، تتبادل التأثير والتأثر. المادة أفرض لها 10 أجزاء، واحد يؤثر في 2، 2 يؤثر في 4، 4 يؤثر في 3، 3 يؤثر في 1، 4 يؤثر في 1، 2 أيضا يؤثر في 1، وهكذا. خارطة متشابكة يؤثر بعضها في بعض. فكل شيء، كل شيء في عالم المادة المساوق لعالم الوجود هو في مجموعه أجزاء تتبادل التأثير والتأثر. هذه 3 قواعد في البنية التحتية، مساوقة المادة للوجود والوجود للمادة، إذن فالروح مادية. المادة في حال الصيرورة وتحول وتغير دائم، وهو نابع من ذاتها، لا من شيء خارج المادة، لأن لا شيء خارج المادة، خارج المادة هو العدم. ثالثا إن أجزاء المادة تتبادل التأثير والتأثر. جميل. بناء على هذه البنية التحتية ظهر التفسير المادي ديالكتيكي. نحن نتكلم عن التفسير المادي بشكل عام، المصنف هنا فقط يحاول أن يرصد مادية، نظرية مادية الفكر من زاوية الرؤية الديالكتيكية، وإلا الموضوع له نظريات متعددة. الموضوع ليس فقط عند الديالكتيكيين، الديالكتيكيون لهم رأي، علماء الفسيولوجيا لهم رأي، علم النفس له رأي، تفصيلات كثيرة في هذا الموضوع، لكن نحن الآن نعالج فقط مادية الفكر من الزاوية الديالكتيكية، يعني المدرسة الماركسية. قال الفكر، يقولون بناء على 3 قضايا تحتية هذه، يقولون الفكر مادي، عذرا، الفكر متغير، سيال، متحول، لا قرار في عالم الفكر. الفكر يشمل التصور ويشمل التصديق، لاحظ معيها، لا تبقى فقط أنت في حالة في عالم التصديقات، لأن المعرفة منها تصوري ومنها تصديقي، خلي هذا في بالك، لأن بعض الإشكالات ستأتي على الجانب التصوري. إذن فالفكر منه تصور ومنه تصديق. تقول النظرية الماركسية إنه ما دام العالم كله في حال تغير، إذن فالفكر في حال تغير، ليس كذلك؟ إذن فالفكر لابد في حال صيرورة، لأن الفكر جزء من العالم، والعالم والوجود مساوق للمادة، فالفكر مادي والمادة في حال تحول، إذن لابد الفكر أيضا يكون في حال تحول. تصورات الإنسانية لابد في حال تحول، تصديقات إنسانية أيضا لابد في حال تحول. هل هذا التحول ما هو سببه؟ تحول في الفكر يمكن ذكر تصويرين لنظرية الديالكتيكيين، وموجود في عباراتهم تصويرين معا. التصوير الأول، أنا عندما أفكر أشبه شيء كما يقول المصنف بنظرية الأشباح في الوجود الذهني. الأشباح ليس الأشباح المخيفة، الأشباح في الوجود الذهني. ها؟ عندما أفكر كأنما هناك صورة ما
رسمة خيالية معينة عن الخارج تأتي وتنطبع هذه الصورة في ذهني، صحيح؟ عندما آخذ صورة، عندما أعلم بشيء ما، ما الذي يحصل؟ هناك صورة محاكية، رسمة، فوتوغرافي، فيلم تحاكي الواقع الخارجي تأتي إلى ذهني وتجلس في ذهني. إذا كان الواقع الخارجي هو في حد نفسه سيال ومتحول، إذا فهذه الصورة لن تبقى على حالها. هي أول تصوير. شوف أنت الآن، خذ معي هذا المثال، أنت الآن أتيت بكاميرا الفيديو هذه ووضعتها تصور مشهدا، هذا المشهد إذا كان دائم في حال تغير، الصور التي ستسجل في كاميرا الفيديو هل ستكون صورة ثابتة؟ ستكون صورة متحولة، لن يقر لها قرار. إذا أنت تصور مشهدا، إذا تضع كاميرا الفيديو على الحائط الثابت هذا وتضعها ساعة، ستبقى صورة واحدة ليس فيها تحول ولا سيرورة. لكن عندما توجه كاميرا الفيديو هذه إلى شيء متحول، إلى واقع متحول سيال دائما، سوف تحصل على كم صورة؟ ستحصل على تحول في الصور نفسها أيضا. الصور نفسها لن تكون ثابتة، الصورة الأولى ستزول، ستأتي صورة ثانية، ستزول، ستأتي ثالثة، ستزول، ستأتي رابعة، ستزول، ستأتي خامسة، وهكذا باستمرار. فسيكون الفيلم الذي حصلت عليه عبارة عن سلسلة من الصور، ليس فيه إذن ماذا؟ ثبات، ليس فيه استقرار، ليس فيه قرار، هو متحول دائما. هذا بيان لمفهوم التحول في الفكر عندهم، لمفهوم التحول في المعرفة، لمفهوم التحول في الإدراك، أن الواقع الخارجي هو عالم المادة متحول وسيال، فالصور التي تنطبع في هذا العقل المرآة سوف تكون بطبيعة الحال متغيرة ومتحولة. هذا التصوير. تصوير آخر أدق وهو الذي اعتمده الناتن، قالوا أليس الفكر جزء من الوجود؟ نعم. أليس الوجود ماديا؟ نعم. إذن فالفكر مادي، هي أول قاعدة. إذن استنتجنا أن الفكر هذا ما تسميه أنت بالجهاز الإدراكي كله، هذا عبارة عن شيء مادي، هي أول قاعدة. ثانيا، أليس المادي في حال تحول وتغير؟ نعم. إذن هذا أيضا في حال تحول وتغير. ثلاثة، أليست أجزاء المادة تتبادل التأثير والتأثر؟ نعم. إذن الواقع الخارجي يؤثر في هذا الفكر، وهذا الفكر يؤثر في الواقع الخارجي، تتبادل. أما الواقع الخارجي لوحده أو كلاهما معا، المهم أنه في أجزاء تؤثر وتتأثر. فإذا في عندنا حينئذ حالة من السيلان في داخل جهاز الإدراكي، يعني داخل جهازنا الإدراكي ما في حالة قرار، متحولة. هذا الذي أنت تسمي صورة، تسمي تصديق، تسمي معرفة، هذا عبارة عن أمر مادي موجود في دماغك، وهذا الأمر المادي دائم التحول، دائم الصيرورة. إذا دائم التحول، إذا دائم الصيرورة، ما معنى ذلك؟ معناه أن هذا الدماغ متحول ومتغير، إذن فكل المعارف التي هي جزء من الدماغ متحول ومتغير. بل أكثر من ذلك، يمكن تعميق البيان بأن نقول بناء على النظر عن المنهج الديالكتيكي الهيجلي، نسبة إلى هيجل، ماذا نقول؟ نقول الواقع الخارجي هذا من سمي الأطروحة، الدماغ هذا من سمي الطباق، تفاعلا مع بعضهما البعض فأنتجا شيئا ثالثا، وهو عبارة عن فكر، فكرة. كيف ولدت الفكرة؟ الفكرة اللي هي زيد يضرب، زيد يمشي، كيف ولدت الفكرة؟ نتيج تفاعل مادي صرف بين الواقع الخارجي وبين هذا الدماغ، تفاعلا مع بعضهما البعض فأولدا موجودا جديدا ثالثا، ليس هو نفسهما وفق المنطق الديالكتيكي هكذا، لأن الشيء يتصارع مع نقيضه فيولدان مولودا جديدا.
والمولود الجديد يتصارع مع نقيضه فيولد مولودا جديدا. هكذا منطق الصراع الديالكتيكي. هنا نفس الشيء، الواقع الخارجي تصارع تفاعل مع الواقع الذهني الدماغي، نتيجة التفاعل أولدا موجودا ماديا ثالثا. ما هو؟ الفكرة، المعلومة، التصور، التصديق، ما شئت فعبر. هذه هي حركة الفكر، هذا هو جوهر الإدراك الإنساني. إذن فهو سيال. حتى هذه المعلومة نفسها كما قلنا هي أمر مادي، وهي أيضا ستتفاعل مع نقيضها وسوف تموت ويولد مكانها واحد آخر، وهذا الآخر أيضا سوف يتفاعل مع نقيضه وسيموت ويولد مكانه شيء ثالث. إذن هذا معناه أنه ما في معرفة ثابتة في الذهن، دائما في حال سيلان، دائما في حال تغير، دائما في شيء يتوفى ويموت وشيء يولد بعد أن لم يكن مولودا. ولا يبعث الميت على طريقة صاحب المكاسب، الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، انتهى، مات ذاك وانتهينا. ونحن الآن في مسلسل دائم، وإنما نطبق المنطق الديالكتيكي الهيجلي على حركة الإدراك والفكر. إذن بناء على سنخرج بثلاثة نتائج كبرى وستغير من شكل المنطق البشري. النتيجة الأولى، لا كلية في عالم المعرفة، لا توجد قضايا كلية في عالم المعرفة، لا كلية ولا دوام في عالم المعرفة. كيف تكون في قضية كلية؟ ما في قضايا كلية، دائما قضايا جزئية، لأن دائما الفكر المادي الذي هو جزئي يتفاعل مع جزئي خارجي وينتج جزئي. وين الكلي؟ أصلا لا وجود للكلي، الكلي لا وجود له. أيضا لا يوجد دوام في القضايا، أي قضية، أي مفهوم، أي تصور، أي تصديق لا دوام له، لأن كل القضايا الذهنية، كل التصورات الذهنية، كل التصديقات الذهنية عبارة عن موجودات مادية قابلة للتغير والتحول والصيرورة. إذن ما في عندنا قضية كلية، ولا عندنا أيضا قضية دائمة، كل القضايا متحولة. هذا أولا. ثانيا، وطبعا هذا على خلاف المنطق الذي نحن ندرسه، نحن في علم المنطق درسنا مواد القضايا ودرسنا جهات القضايا، مادة القضية الإمكان والوجوب والامتناع. جهات القضايا كثيرة تبلغ 36، ها؟ طيب واحدة من جهات القضايا ما هي؟ الدائمة، القضية الدائمة. لم ندرس القضية الدائمة؟ إذن الدوام أساسي عندنا إذا القضايا ليست دائمة. إذن لا يمكن أن أحكم على شيء، لأنني أتعامل فقط مع جزئيات، لا يمكن أن أعمم حكم جزئي إلى جزئي آخر، صحيح؟ إذن بناء عليه لا يوجد وفق المنطق الديالكتيكي هذا، لا يوجد قضايا ولا تصورات كلية ولا دائمة في الذهن إطلاقا، على عكس المنطق المدرسي والمنطق الأرسطي. هذا واحد. اثنين، سلب الإطلاق أيضا، لا يوجد إطلاق، الإطلاق لا وجود له في القضايا الذهنية. ما معنى الإطلاق؟ يعني الحقانية المطلقة. السفسطائيون أنكروا الواقع الخارجي، الشكيون قالوا لا ندري بمطابقة ما في ذهننا للواقع الخارجي، الفلسفة الأولى والمنطق الأرسطي وأنصار المدرسة العقلية الديكارتية كما شرحنا سابقا ماذا قالوا؟ قالوا لا توجد معارف ذات طابع إطلاقي. ما معنى ذات طابع إطلاقي؟ يعني تطابق الواقع 100%. النقيضان لا يجتمعان، قضية معرفية مطلقة أي لها صفة الحقانية مطابقة للواقع 100%. إذن الفلسفة الأولى وأنصار المذهب العقلي وأنصار المنطق الأرسطي قائلون بقيمة المعرفة. المادية الديالكتيكية هي تدعي بأنها واقعية وبأنها تقر بقيمة المعرفة، ولكن هنا ماذا تقول؟ تقول لا يمكن القول بإطلاقية المعرفة. ليش؟ لأن المعرفة نتيجة تفاعل بين الواقع الخارجي وبين الجهاز العصبي والدماغي، هذه المعرفة، تفاعل بين الواقع الخارجي والجهاز العصبي والدماغي. جهازي أنا العصبي والدماغي مختلف عنك، الظروف التي أنت فيها غير الظروف التي أنا فيها،
الحيوانات لا ترى الألوان التي نراها نحن، بعض ما تراه بعض الحيوانات من ألوان نحن لا نراه، نحن لا نسمع بعض ما تسمع الحيوانات، وهي قد ربما لا بعضها لا يسمع ما نسمعه نحن. كل واحد يرى الأمور على وفقا لجهازه العصبي، هذه النظارات إذا وضعتها سوداء ترى الأمور سوداء. الجهاز العصبي والإدراكي والدماغي في الإنسان هو النظارات التي يرى من خلالها الخارج. إذا كان الواقع الخارجي يتفاعل مع هذا الجهاز العصبي وهذا الجهاز العصبي والإدراكي جزئي حقيقي خارجي يختلف بيني وبينك، يختلف بيني وبينكم، إذا بناء عليه كيف يمكنني أن أتحدث عن إطلاق؟ لأنه إذا جهاز العصبي في حالة سوية ربما أكثر من الواقع، مثلا أقولها إذا جهاز العصبي في حالة توتر لا أرى الواقع، إذا كنت مريضا أرى أشياء غير صحيحة، أرى أشياء تمر وهي لا تمر، إذا كنت مريضا أيضا ربما يخيل إلي شيء ما. إذا رؤية الواقع الخارجي تفاعلي أنا كجهاز عصبي وإدراكي مع الواقع الخارجي تابع لظروف جهاز العصبي نفسه. فإذا أنتم كانت هذه نظريتكم فسوف ترتد نظريتكم إلى النسبية، إذا نسبية المعرفة لا إطلاقية المعرفة، يعني المعرفة النسبية تختلف بيني وبينك. أنا جهاز الإدراكي الأشياء المادية الموجودة في دماغي، التفاعل الدماغ المادي الذي لي مع الواقع الخارجي يختلف عنك أنت. كل واحد منا له جهازه الخاص، له وجوده الخاص، لا يمكن التعميم، لأن هذه جزئيات حقيقية. فإذا الخاصية الأولى من خصائص المنطق الديالكتيكي في باب المعرفة والإدراك أنه لا يمكن الحصول على قضايا كلية ودائمة خلاف المنطق الأرسطي. خاصية ثانية، لا يمكن الحصول أيضا على قضايا مطلقة وإنما دائما نسبية. ولذلك يقول لهم العلامة الطبطبائي إن نتيجة قولكم هذا ارتكاس وارتداد في النسبية، خلاف ما تقولون من أنكم واقعيون 100% وأنكم لستم بشكيين. لا، أنتم تبين أنكم شكيون، يعني تقولون بأنه رؤيتي للواقع بنفسه لا ينطبع في ذهني وإنما انطباع الواقع في ذهني تابع لظروفي الخاصة. هذه النسبية، مثلا النسبية مدارس، نسبية كانت ونسبية هذه نسبية مدارس، لكن هذه نسبية في نهاية المطاف. هذا الأمر الثاني. الخاصية الثالثة التي تنتج إبطال المنطق القديم، وهذا طبعا يغرون به، إبطال المنطق القديم القائم على ثلاثي الكلية والإطلاق والدوام مقابل الجزئية والنسبية والتغير والصيرورة. هذه هي صورة نظرية المادية الديالكتيكية في رؤيتها للمعرفة على مستوى مادية الإدراك، نتكلم لا على مستوى المعرفة كلها، على مستوى مادية الإدراك. المصنف رضوان الله تعالى عليه يشكل هنا ويسجل ملاحظات. الملاحظة الأولى، أنتم تقولون يا أخي كل معلوماتنا في حال تحول وصيرورة. هلا نحن نريد أن نسأل، المعلومات التي تتحدث عن الواقع الماضي، أرسطو تلميذ أفلاطون، أفلاطون تلميذ سقراط مثلا، هذه أرسطو تلميذ أفلاطون، قضية موجودة في ذهننا أو لا؟ موجودة. طيب إذا كان بناء على كلامكم في حال تحول وصيرورة بشكل دائم تتحول، إذا هذا ما معنى؟ معنى لا يمكن الحصول على إدراكات واقعية بالنسبة للماضي، صح؟ لأن هذه قضية أرسطو تلميذ أفلاطون، المفترض أنها تتغير، يعني اليوم أرسطو تلميذ أفلاطون مفترض غدا أن لا يكون أرسطو تلميذ أفلاطون. إذا كان لابد كل شيء يتغير، إذن لابد أيضا أن يكون هذا في حال تغير. إذن الوقائع الماضية لا ينبغي أن تبقى ثابتة في حين أنها ثابتة بالبداهة، هي في نفسها ثابتة ولو ماتت، ولو مات أرسطو، لكن القضية كقضية ثابتة، الواقع بما هو في ظرفه الخاص ثابت يكون حينئذ، بل إدراكي له ثابت أيضا. لا، أبقى دائما أعتقد بأن أرسطو تلميذ أفلاطون لا تتغير، يعني هلا اذا تغير فكرك فليتغير فكري ما يتغير بالنسبه الى ادراكي للواقع الماضي، يبقى ارسطو تلميذ افلاطون. فاذا هذا معناه كلامكم، معناه ان كل معلوماتنا عن الواقع الخارجي لا يمكن ان نضمنها، حتى القضايا في الموارد الجزئيه المتحققه في الماضي
وهذا خلاف البداهة، خلاف الوجدان أصلا. هذا أول. ثانيا العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم حضوري وعلم حصولي. العلم الحضوري حضور ذات المعلوم عند العالم، هذا واضح. العلم الحصولي هو حصول صورة من المعلوم عند العالم، صحيح ولا؟ هذا التعريفات السائدة الآن. طيب الآن نجي، يقول المصنف، يقول الآن كل معلوماتنا نحن عن الواقع الخارجي بالعلم الحصولي، يعني معلومات عن الحجر والشجر والبناء والسماء والأرض والهواء والتراب، كلها معلومة بالعلم الحصولي لا بالعلم الحضوري. بس دعك من العرفاء اللي علومهم حضورية بعد، كلها معلومة لنا بالعلم الحصولي. طيب هذا العلم الحصولي خلينا نحلل الذي نتفق عليه الآن نحن لنرى أين تصل نظريتكم في باب العلم. العلم الحضوري علمنا بأنفسنا، هذا اتركه على جنب. العلم الحصولي علمنا بالواقع الخارجي. طيب خلينا نخطو خطوة خطوة مع العلم الحصولي. أول خطوة، ما هو العلم الحصولي؟ صورة ذهنية. أنا سأرتبهم الآن. صورة ذهنية، طبعا شو حقيقة هالصورة الذهنية وشو تناسب الصورة الذهنية مع الواقع ما لنا شغل فيه، هذا بحث في الوجود الذهني. صورة ذهنية ليست واقع المعلوم، صورة ذهنية عن الواقع المعلوم، هذا واحد. نخطو الخطوة الثانية، كاشفة عن الخارج، صحيح ولا؟ تكشف عن واقع الخارج هالصورة الذهنية. بديهي هذا التكلم، كلام بديهي نحن، هذه خطونا الخطوة الثانية. خلنا نخطو الخطوة الثالثة، باعتبار أنها كاشفة عن الخارج فهي تقرر لي ماذا؟ تقرر لي وجود الواقع الخارجي الذي تنبئ عنه. شو معنى كاشفة لكن؟ إذا ليست إذا كاشفة فما إذا ماذا تكشف؟ تقرر لي وجود الواقع الخارجي، تكشف لي أن هذا القلم موجود فتقرر لي وجود هذا الواقع، يعني وجود هذا القلم. جميل. إذا أول خطوة بالعلم الحصولي وجود صورة ذهنية في العقل. ثاني خطوة إن هذه الصورة الذهنية كاشفة عن الخارج، إذا ما فيها خصوصية الكشف كأنك مغمض عيونك لا شيء في عالم المعرفة. إذا لابد يكون في كشف، لابد يكون في إنارة تنير لك الواقع الخارجي. الخطوة الثالثة إنها بكشفها عن الواقع الخارجي تقرر وجوده، تنبئني عن وجوده، هذا يتضمن. طيب الخطوة الرابعة وهي خطوة مهمة بالعلم الحصولي، إن الخارج هو منشأ ظهور هذه الصورة، هي أصلا في نفسها الصورة هي عم تنبئني عن نفسها، عم تقلني اللي خلاني أنا أوجد في داخلك هو الخارج، هو الخارج، تفاعلك مع الخارج أدى إلى وجود هذه الصورة في ذهني. وإلا إذا كان أنا ليس الخارج الذي ألقى الصورة في ذهني، إذا ممكن أن أكون نايم وأحلم منام، شو الفرق إذن بين المنام والرؤية وبين أن أرى الواقع الخارجي؟ لا فرق بينهما. فلماذا هذه علم وهذه ليست بعلم؟ طيب إذن فعندي عندي أول مرحلة صورة ذهنية كاشفة عن الخارج، هذه الخطوة الثانية كاشفة عن الخارج مقررة لوجوده تعلن أن منشأها هو الخارج، أن الخارج ألقاها في ذهني. طيب جميل. إذن بعنصر الكاشفية بين العين بين الخارج والذهن تقرر لي العلوم الحصولية أن الخارج وهذه الصورة واحد، واحد مش من جميع جهاتها حتى لا ندخل في حقيقة العلم الوجود الذهنها، أن هذه الصورة غير متطابقة، خلينا نعبر عنها بالوحدة بين الذهن والخارج، بين الصورة وذي الصورة، هذا هو العلم الحصولي. ولذا هذا غير موجود ما في علم. يعني إذا فرضنا في عندي صورة ذهنية ولا كشف عن الخارج في علم، إذا عندي صورة ذهنية كاشفة عن الخارج ولكن لا تنبئني عن وجود الخارج، هذا علم؟ هذا ليس علم. إذا عندي صورة ذهنية كاشفة عن الخارج وتنبئني عن وجود الخارج ولكن لا تقول لي بأن الخارج أوجدني وأنني وليدة التفاعل مع الخارج، هو ممكن يكون هذه الصورة إجت حينئذ من ذاتي، لو ليس لها مبيزة. إذن هذا هو حقيقة العلم الحصولي. إذا جينا للسفسطائيين والمثاليين، هذول جماعة مرتاحين يقولون ما في خارج، خلصنا راحت، لا تنبئ عن الخارج وكاشف عن الخارج ومنشأ الخارج منشأها الخارج، كل هذه التي فيها خارج وداخل نلغيها، ثنائيات هذه باطلة، صحيح
هذول جماعة لا يؤمنون أصلا بالواقع الخارجي، فلا معنى عندهم للعلم الحصولي، لأن العلم الحصولي هو الصورة الذهنية الكاشفة عن الخارج والمقررة له. أنت في تعريفك للعلم الحصولي استبطنت وجود الخارج، وهم ينكرون وجود الخارج، فماذا مرتاحين؟ وهذا خليهم على جنب، المثاليون والسفسطائيون. أما الديالكتيكيون ماذا يقولون؟ شوف نحن قبل قليل شو قلنا؟ قلنا الفكرة يعني هي العلم الحصولي نتيجة ماذا؟ الخارج، هم يقرون بوجود الخارج، يقرون خارج الدماغ أو جزء من الدماغ اللي هو أيضا من عالم المادة تفاعلا. كيف تفاعلوا؟ هذا بالضوء أعطى صورة إلى الشبكية، في الشبكية طلع، صار في تفاعل. نحن هذا التفاعل ليس شغلنا، هذا شغل علم الفسيولوجيا وعلم بعدين شو هذه العلوم، هي بتتحلل كيف تفاعلوا. تفاعلوا هو اثنين مع بعضهم البعض فأولدوا شيئا جديدا، مادة جديدة. تصور معي يا أخي على طريقة الفقهاء، في حمصة في الذهن، ها حمصة في الذهن ولدت نتيجة التفاعل بين الخارج والذهن، فولدت ولد جزء صغير في الذهن ثالث. هذا هو معنى نظرية مادية الإدراك، هذه هي مادية الإدراك بالمفهوم الديالكتيكي. هنا حيث الإشكال الآن، دير بالك معي جيدا، هذه هي مادية الإدراك بالتفكير الديالكتيكي، أن الخارج الذي هو جزء المادة والذهن الذي هو الجزء الثاني للمادة تفاعلا مع بعضهما بمقتضى قانون أن أجزاء المادة تتبادل التأثير والتأثر فيما بينها، ونتيجة هذا التفاعل أن أولدا بمقتضى المنطق الديالكتيكي الهيجلي أن أولدا وجودا ثالثا وهو عبارة عن فكرة، يعني عبارة عن العلم الحصولي. صحيح؟ هذا هو. هلا نحن نسأل السؤال، صحيح؟ الأرسطيين خلنا على جنب، هلا نحن مع المادية الديالكتيكية. الآن نسأل السؤال، إذا كان هكذا فأين هي الكاشفية؟ جبت أنت الآن نار وأتيت بقدر فيه ماء ووضعته على النار، تفاعلت الحرارة مع الماء فولد البخار. هل معناه أن البخار هو في حد نفسه له كاشفية؟ هو كوجود له وجود ثالث في عرض الوجودين الآخرين، عنصر الكاشفية أين هو؟ دقق معي جيدا، الكاشفية شيخنا العزيز شيء ما يضيء بين شيئين. العلم الحصولي يضيء لهذا العقل الواقع الخارجي. إذا كانت حقيقة الإدراك عبارة عن مجرد تفاعل X من الخارج، Y من الذهن، تفاعلا وجد جزء جديد في الذهن، إذا ما ربط هذا الجزء الجديد بالخارج؟ من حيث الكاشفية يلزم من ذلك أن أي جسمين يتفاعلان فيولد جسم ثالث، أن يكون الجسم الثالث هو عبارة عن علم حصولي. إذا تفاعلت المواد الكيميائية في الزبالة وأولدت نتيجة الحرارة وأنتجت دودة صغيرة، ستكون الدودة الصغيرة هذه أيضا علم حصولي. حيثية الكشف أين هي يا شيخنا العزيز؟ كل ما قلتموه وجود تفاعل بين جزئين ماديين أولد جزءا ثالثا ماديا، ممتاز لطيف ما في مشكلة، لكن هذا الجزء الثالث المادي ما الذي صيره قادرا على الكشف والإراءة؟ يعني بأي وسيلة صار كاشفا عن الواقع الخارجي؟ هو معلول للواقع الخارجي وتفاعلاته مع الذهن، فأين هو عنصر الكاشفية؟ بعبارة ثالثة نحن نسأل المادية الديالكتيكية، فسري لنا خاصية الكشف عن الواقع والإراءة والحكاية للواقع في العلوم الحصولية من خلال نظريتكم. لا تستطيعون. إذا جزء تفاعل من المادة تفاعل مع جزء ثاني من المادة فولد جزءا ثالثا، هل يعني ذلك أن الجزء الثالث فيه خاصية الكشف اللي هو العلم؟ إذا فما الفرق بين هذا التفاعل الذي صار في الدماغ وبين أي تفاعل يكون في الماء أو يكون في التراب؟ ولماذا كان هنا علم حصولي وهناك لا يوجد علم حصولي؟ ملاحظين جوهر الإشكال أين هو؟ خاصية الكاشفية هذه اللي هي جوهر العلم الحصولي أين هي إذن؟ لا وجود لها. فبناء على نظريتكم أيها الماديون الديالكتيكيون، هذه النظرية التي ترى مادية الإدراك
سوف يكون حينئذ العلم الحصولي فاقدا لخاصيته الذاتية وهي الكاشفية. وإذا فقد خاصيته الذاتية لم يعد علما. فإذا أنتم في حقيقة الأمر ماذا فعلتم؟ أنكرتم وجود العلم المطابق للخارج. هذا هو نتيجة كلامه. لم تستطيعوا أن تأتوا بنظرية تفسر لنا وجود علم في الذهن البشري يستطيع أن يرى الخارج ويقرأه، حتى تكونون من أنصار القائلين بقيمة المعرفة، حتى تصطفون إلى جانب ديكارت وإلى جانب أنصار الفلسفة العقلية وإلى جانب أنصار المنطق الأرسطي. إذن هذا ارتكاس في المثالية. إذا كانت الأمور تسير بهذه الطريقة وأن العلوم الحصولية بعد من الآن فصاعدا ليس لها قدرة الكشف، إذن كيف عرفتم وجود الواقع الخارجي يا أخي أنتم؟ حتى الواقع الخارجي إذن كيف عرفتمه؟ لأن خاصية الكشف انتهت. إذا انتهت خاصية الكشف، إذا لا يوجد إمكانية بعد ذلك حتى للالتزام بوجود الواقع الخارجي. فهذا هو ما قلته في بداية الدرس، أن المصنف يريد من هذه النقطة الإعلان عن ارتكاس الماركسية والديالكتيكية في المثالية. هذا هو جوهر إشكال العلامة الطبطبائي الأساسي عليه. طبعا هم رح يدافعوا عن أنفسهم، رح يقولوا له للعلامة الطبطبائي: مولانا العزيز، أنت تناقشنا كما يقول سماحة الشيخ دائما، تناقشنا بمنهجك ولا تناقشنا بمنهجنا. أنت لأنك ميتافيزيقي إطلاقي، كل شيء عندك مطلق وكلي ودائم وثابت والحياة كلها ثابتة عندك، فما عم تستطيع تتصور هذه السيلان والحراكية هذه التي نحن نتحدث عنها. لكن نحن نقول لك عالم الوجود بأكمله في حال تحول وفي حال صيرورة، لا يوجد خارج مطلق حتى تقول لي كاشفية عن خارج مطلق. عندما أشكلت علي وقلت لي إذا أنتم لا ترون خارجا ثابتا، قلت لي أرسطو تلميذ أفلاطون هذه لا تستطيع أن تراها أنت، لأنك دائما عندك القضايا فيها حالة من الثبات والاستقرار. نحن يا أخي انسى كل هذا الذي درسته في حوزة قم الشريفة العفيفة، ها، اترك هذا الذي درسته وتعال معنا إلى موسكو يا أخي، ها مثلا، ها تعال معنا فكر بطريقتنا، العالم يتغير كله في حال حركة هائلة كحركة جزيئات الذرة في داخلها، كله يتغير يتحول، الفكر يتغير تحول، إذا ممكن يتحول من يوم إلى يوم، ممكن يتحول إلى 10 أيام، ممكن يتحول، ما في شيء مطلق، ما في تصور مطلق، ما في تصديق مطلق، ما في علم مطلق، كله يتغير يتبدل. أنت متعود على حالة الإطلاقية فتحاكمنا بطريقتك الخاصة. العلامة يقول لهم: أنتم بهذه العبارة التي قلتموها أقريتم بالمطلق وبالكلي. لماذا؟ لأنكم قلتم لا يوجد، نفيتم نفيا مطلقا، هذه الطريقة المعهودة عند علمائنا، نفيتم نفيا مطلقا وجود شيء مطلق، إذا فقد تصورتم المطلق وصدقتم بالمطلق لو النفي. صحيح ولا؟ يا أخي نحن تركنا حوزة قوم، ها؟ جينا معكم، ها؟ جينا معكم إلى موسكو مثلا، ها؟ يا أخي ولكن هذا لما رحنا معكم أنتم الآن نطقتم بها. أنتم تقول لا يوجد صحة مطلقة، لا صحة أبدا للحديث عن إطلاق وكلية ودوام. هذه العبارات التي تستخدمون، هذا حكم مطلق انصب على مفهوم وتصور مطلق. إذا هم تصور مطلق أم تصديق مطلق؟ هلا مصداق المطلق ما هو؟ بحث آخر. هلا ممكن أنتم تقولون المتغير هو إكس، نحن نقول المتغير هو جيم، مش مهم المصداق، لكن أصل وجود إطلاق وأصل وجود تغير كلانا يقر به. حتى لما تقولون نحن نتعقل الخارج تعقلا نسبيا، حتى هذا أيضا إقرار يقول لهم العلامة، لأنك لما تقول تعقل نسبي والصفة غير الموصوف، صحيح الصفة غير الموصوف، تعقل نسبي، إذا نسبي غير تعقل، فأنت تصورت التعقل دون تصور نسبية، فإذا قد تصورت شيئا بلا نسبية لأن الصفة غير الموصوف. يعني يريد العلامة هنا أن يماحكهم في أي تعبير يستخدمونه سيتورطون في إطلاق،
في غفلة عن النسبية، في غفلة عن التغير والتحول والصيرورة، كيفما عبروا سيتورطون، فهو سيلاحقهم مثل بحث الإقرار في الفقه. ها؟ الإقرار في الفقه مثلا، يعني بمجرد أن تفوه بكلمة إذن فقد أقريت بأن له عليك ديناران، خلصنا، ها؟ انتهينا. طيب بناء عليه نقول للمادية الديالكتيكية القائلة بمادية الفكر: لم يكن من حقكم أن تهاجموا المثاليين ولا السفسطائيين ولا الاتجاهات الشكية الذين هاجمتهم هجوما عنيفا وادعيتم في مقابلهم الواقعية والعلمية ورؤية الواقع، فإن نظريتكم في مادية إدراك ونظريتكم في الإدراك عموما ترتكس وترتد في المثالية والشكية، فأنتم، هذا ما يجب أن يقرره كما قلنا في بداية الدرس، القائلون بمادية الإدراك مثاليون. نحن قلنا في المحور الثالث نريد أن نعيد تحديد معالم المثالية والواقعية. في النقطة الأولى، الملاحظة الأولى التي درسناها في الدرس الماضي، قلنا بعض من أنكر بعض الواقعيات ليس بمثالي، وبعض من أنكر المنهج الاستدلالي ليس بمثالي، النقطة الأولى. ها؟ لذلك دافع عن واقعية العرفاء ودافع عن واقعية بعض الفلاسفة. هنا أراد أن يقول لمن يدعي أنه واقعي، قال وهم الماديون ديالكتيكيون، قال إن نظريتكم في مادية الإدراك والفكر ترتد وتجعلكم مثاليين ولستم واقعيين. طبعا واحدة من إشكاليات البحث العلمي أن تحاكم شخصا بلوازم كلامه. يعني من حق المصنف أن يقول لهم أن نظريتكم ترتد في المثالية، لكن ليس من حقه أن يقول إن القائلين بالمادية الفكر على المنهج الديالكتيكي مثاليون. بهذا المعنى في فرق بينهما، في فرق بين تقول القائل بعدم عينية الصفات للذات يؤمن بتعدد الآلهة، هو لا يؤمن بتعدد الآلهة، وبين أن تقول إن القائل بعدم عينية الصفات للذات لازمه تعدد الآلهة. الفرق بينهما، فمن حق المصنف أن يقول إن نظريتكم ترتد بكم إلى مثالية وشكية، لكن ليس من المناسب أن يقول، في تقدير المتواضع، ليس من المناسب أن يقول إن هؤلاء مثاليون، إذن علينا أن نصنفهم أنهم في عداد المثاليين. في فرق بين المقامين. على أي حال، النقطة الأخيرة والملاحظة الثالثة والأخيرة التي يشير إليها المصنف، وهي ملاحظة تربوية لا أكثر، كيف نتعامل مع المثاليين؟ إذا في واحد مثالي كيف نتعامل معه؟ رغم أنه يقر بأن وجود المثاليين صار نادرا الآن، بل لم يعد له وجود إطلاقا. يقول المثاليون على نوعين: النوع الأول من المثاليين هم المثاليون الذين في حياتهم اليومية يعيشون واقعيين، فيأكل من فمه ولا يضع اللقمة في أذنه، واقعي هو، ها؟ ويأكل أيضا لأنه يعرف أن الأكل يرفع الجوع، ويعيش ويتزوج ويذهب ويعمل ويأتي ويركض ويلعب الرياضة وإلى آخره، فهو واقعي في حياته اليومية، لكن فوضى المعرفة، أزمات المعرفة البشرية دفعته للشك، فنسي الجانب المستقر في فكره والذي بنت عليه حياته اليومية، وغلب الجانب الفوضوي في المعرفة على الجانب المستقر، فزعم من حيث لا يشعر أن كل شيء لا وجود له، غفل عن أن في قرارة نفسه اعتقادا بوجود شيء، وأن حياته قد بناها على وجود شيء نتيجة أزمة الشك. وهون أزمة نفسية بتصير حينئذ، هذا معضل نفسي يصبح حينئذ، تماما كتقسيم السيد الشهيد الصدر في بعض كتبه بين من يسميهم أنصار الشك الحديث وأنصار الشك العلمي. يقول أنصار الشك الحديث هم الذين شكوا في كل شيء، صاروا مثاليين سفسطائيين أو شكيين، لكن صاروا مثاليين وسفسطائيين وشكيين نتيجة أزمة نفسية بعد انهيار نظريات طبيعيات بطليميوس، طبيعيات أرسطو وفلكيات بطليميوس، بعد انهيارها تماما صار عندهم شك، هذا شك نابع عن أزمة نفسية. هؤلاء نفس الشيء هنا، هؤلاء شكهم بوجود أي شيء نابع عن أزمة نفسية، سببها أنه صار في كثير من النظريات في الخارج، وهذا ينتقد هذا، وضاعت الحقيقة علينا، فقلنا لا يوجد شيء أو لا يمكن إدراك شيء. هؤلاء ليسوا خبثاء، هؤلاء يعيشون أزمة نفسية في واقعهم اليومي، هم واقعيون،
في حياتهم الفكريه بين الكتب والدفاتر هم مثاليون. هؤلاء بالهدوء علينا ان نتكلم معهم بواسطه تذكيرهم بالجانب الواقعي من فكرهم، بواسطه تذكيرهم بالجانب الثابت في فكرهم، بواسطه تنبيههم بالمنبهات الوجدانيه، مساعدتهم، اقناعهم. الفريق الثاني لا، يقول هؤلاء خبثاء متآمرون مثلا، هؤلاء يريدون أن يثيروا الشك والسفسطة والمثالية لكي يتحللوا من أي قانون، يريدون أن ينسفوا الدين، يريدون أن ينسفوا القيم، يريدون أن ينسفوا الأخلاق، يريدون أن ينسفوا القانون، ليقولوا لا، هذه كل التي أنتم تتحدثون عنها لا دليل عليها، كل هذه أوهام في أوهام لا دليل عليها، نشك أصلا في صحتها. فلكي يعمموا الشك نسفوا كل شيء فقط لكي يتجهوا اتجاه التحلل والتحرر من أي شيء من القيود الإنسانية والدينية. يقول هؤلاء أيضا علينا أن نواجههم مواجهتنا للعناصر الفاسدة، وبعد أنتم تعرفون كيف نواجه العناصر الفاسدة في المجتمع، علينا أن نؤدبهم، علينا أن نحد منهم، علينا أن نحاصرهم، علينا كذا إلى آخره، من أهل البدع يعني إذا جاز التعبير، فأهل البدع ونحاصرهم، لأن هؤلاء هم واقعيون في غرابة أنفسهم، ولكنهم يثيرون النزعة الشكية لمصالح وأغراض دنيئة ومنحرفة. فطريقة التعامل مع هذا الفريق أو ذاك الفريق مختلفة تماما، وعلينا أن نميز بين الفريقين في هذا المجال. إذن فالنتيجة إن الفلسفة تقرر الواقعية، والواقعية مبدأ بديهي فطري أولي عقلي قبلي، والمثالية والصفصطائية وما يؤدي إليهما من نزعات النسبية كنظرية المادية الديالكتيكية في الإدراك والفكر كله باطل ولا أساس له. وبذلك استطاع المصنف كما قلنا في الدرس الماضي أو ما قبل الماضي، قلنا استطاع أن يؤسس لشرعية الفلسفة، يعني للبناء التحتي الذي تبدأ الفلسفة بالارتفاع فوقه، وهو واقعي الواقعية، مبدأ الواقعية الأصيل مقابل لا واقعية إطلاقا. هذا تمام الكلام في المقالة الثانية.